معلم هي هي. يا بنت تعالي لهون. ليلي لشوف معك شي سيدي؟ لا عمو ما معي ولا سيدي. اسمعي يا ويلك اذا بتكوني عم تكذبي علي. الكل صاروا يطلعوا علينا. استني روح دور هنيك. حاضر. تعال. وهي جبنا كل الاغراض، خلينا نرجع. مهراج؟ اه. كأنك نسيت تاخذك مالة المصاري من بيع القماش؟ رح جيبهم وارجع. لك جانجا استني تعي لقلك. عمو من شوي كنا عندك وما رجعت لنا لك مالة. ايه قدي سعرها؟ ناديت لك أكثر من مرة بس ما سمعتيني، استني شوي لشوف شو بدها. قدي سعرها؟ ليك هاي هي. هاي البنت نفسها اللي شفتها المرة الماضية. انت متأكد هاي نفس البنت؟ انا متأكد 100%. نفس الفستان الابيض والشعر الاسود الطويل. لازم ناخذها لعند المعلم. ايه قالوا لي انه ساكن بالحاره اللي على اليسار. لا بالحاره اللي على اليمين. انا متاكد على اليمين. تعال نشوف. طيب خلينا نتاكد. أنا انبسطت منك كتير لأنك تذكرتي المصاري. عن جد شاطرة. تعرف شو؟ كأنه خربطنا بعنوان البيت. تعال نسأل. أنا لما حكيت معه كان في لافتة جنب البيت عم يدلني عليها بس أنا ما انتبهت عليها. ما في شي مهراج امشي امشي. ايه ما انتبهت عليها لللافتة. تعال. ايه خلص أنا رح ساوي كل شي. ما لقيت شي. امشي معنا. حاسك مو على بعضي، ليش ماشي وعم تطلعي وراكي؟ قلت لك ما في شي، امشي. شو صاير لك يا بنت؟ عطينا 3 كاسات. أنا ما فهمت شو القصة لكان؟ ليك جاي باتجاهنا. أخي نحن لازم نروح لعندك. هاد رأيي. طيب خير. مشكلة. جانجا؟ شو بدكم؟ ليش عم تلحقوني؟ أنتوا حرامية؟ باين هالشي على وجوهكم. بس يكون بعلمكم أنا ما معي مصاري مثل ما كون مفكرين. كل يلي معي 5 روبيات بس. شو بده يعمل لكم هيك مبلغ؟ ولا كنتوا عم تلحقوني مشان تخطفوني؟ شو هاد يا بنتي؟ خلصنا بقى هيك ما بيصير. انتوا بتخطفوا الأولاد من الشارع مزبوط؟
وبعدين بتبعدون عن أهلهم مو هيك؟ شو قصتك أنت ليش ساكت؟ إذا ما كنتوا حرامية ولا بدكم تخطفوني لكن ليش كنتوا عم تلحقوني بالسوق طول الوقت؟ مفكريني ماني ذكية؟ أنا فهمانة كل يلي عم بيصير. إذا بدكم تضلوا تلحقوني رح خبر عليكم الشرطة. لا بنتي القصة مو هيك. يا عالم تعال شوفوا هدول الرجال وينكم يا ناس؟ شوفوا هدول كانوا عم يحاولوا بدهم يخطفوني. مبين عليهم هيك. يا بنتي شو صار لك؟ بنتي جانجا ما بيصير تتهمي العالم هيك. تعالوا شوفوا يا عالم هدول الرجال كانوا عم يلحقوني وما بعرف شو بدهم مني. لا الموضوع مو هيك. انا بس كنت بدي اسالك اذا كان في معك سي دي ولا لا. سي دي؟ ايه معي واحد. بس السي دي اللي معي ما فيه غير اغاني. اغاني للتدريب على الرقص كتير حلوه. ايه صح جبته لأني بدي اشترك بمسابقة الرقص عنا بالمدرسة. بس انت شو بدك تعمل بهيك سيدي؟ بدك تشترك بالمسابقة؟ على فكرة ما فيهم يشاركوا الكبار، المسابقة مخصصة بس للأولاد الصغار اللي بيداوموا بالمدرسة. بعدين حتى لو سمحوا لك وقت التسجيل خلص من زمان. فقلي ليش بدك السيدي تبعي؟ حقك علي يا بنتي، ما كان قصدنا نضايقك. خلص روحي رجعي على بيتك. أنا كنت رايحة على البيت بس لأنكم كنتوا عم تلحقوني تأخرت. امشي مهراج. يلا. شو يعني طلع في سوء تفاهم؟ يا ويلكم إذا بتلحقوني مرة تانية. لا ماما اطمني ما عاد نلحقك، قلت لك حقك علي. ماما فكرني أمه سمعته شو قال؟ هاد الرجال مبين عليه جاني. خلينا نمشي فورا. ولا شو؟ اسمعوا خلونا نلحقها بدون ما تنتبه ونعرف وين ساكنه. اذا كانت هي هي البنت اللي شفتها معناتها اكيد السي دي موجود معها. المساكين خوفتيهم من كتر ما عيطتي. شفتي ما عاد عرفوا شو بدهم يحكوا.